السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدنا وعادت القرعة مرة أخرى. الشخصيات لقد اجتمعوا اليوم يا أصدقائي الأوفياء. سنكتشف من سيفوز بأسوأ طائرة في تاريخ لعبة جي تي 5. شاهد شاهد مباشرة بعد ما تحدث مايكل بدأ يقوم بالتنظيف. لماذا؟ ببساطة لأن مايكل أراد النزول للأرض شيئا ما والتنظيف لكي يحصل على أفضل طائرة هيليكوبتر في التاريخ. ومن سيكون متوسط الحظ وسيفوز بالطائرة المتوسطة الثمن؟ الطائرة المتوسطة الثمن جيدة، جربتها أعجبتني. أما بالنسبة للطائرة غالية الثمن فإنها خطيرة جدا، مميزة فيها الكثير والكثير من الأمور. هذه الطائرات غير موجودة نهائيا في جي تي اف 5، لكن تم إضافتها للعبة جي تي اف 5 لكي نقوم بفعل هذه التجربة. ولا تنسوا كذلك إذا عجبتكم حلقة اليوم دعوا تخلع زر لايك ونشر المقطع مع أصدقائكم واشتركوا إذا كنتم غير مشتركين لكي لا تفوتكم مقاطع أخرى في مثل هذه. ولا تنسوا كذلك يا أصدقاء نحن ننتظر لعبة جي تي اي 6، رغم أني سمعت أخبار شيئا ما حزينة تدل على أن لعبة جي تي اي 6 ممكن أن تتأخر. هذا المقطع سأقوم بنشره بعد مرور الكثير من الوقت، يعني المقطع الخاص بالخبر سأكون قد نشرته يا أصدقائي سابقا. المهم يا رفاق الأوفياء، بدون أن نضيع الوقت، لدينا الوعاء الخاص بنا، لدينا أسماء الشخصيات الخاصة بنا، نقوم بوضعهم هنا في الوعاء، نخلط ونجلط بهذه الطريقة. يس 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 بيبي، هيا سأقوم بقلبهم لكي لا أعرف أنا كذلك الاسم الذي، لأنني رأيت الاسم، اسم مايكل كان في الفوق، لهذا السبب سأحاول تخليطه جيدا لكي ينزل للأسفل، وإذا كان محظوظ يا رفاق فممكن أن نقوم بأخذه. هذا الشخص الأول الذي سنقوم بأخذ اسمه الآن من هذا الوعاء سيفوز يا أصدقائي الأوفياء بأسوأ هيليكوبتر في تاريخ لعبة جي تي 5. ثمنه رخيص 200 وشيء ما دولارات. بوم، اسم الأول هو هاي إنه فرانكلين يا رفاق الأوفياء، هو الذي سيفوز بأسوأ. فرانكلي توقعت بأنك خاطر، لكن في الأخير أنت من سيقوم بسياقة أسوأ هيليكوبتر. الآن الشخص الثاني، بوم، تم أخذ الاسم. واو، إنه مايكل. مايكل سيحصل يا أصدقاء على الطائرة متوسطة الثمن. والشخص الأخير الذي بقي بطبيعة الحال سأظهره لكم لتتأكدوا، إنه بالفعل تريفر يا رفاق الأوفياء سيحصل على الطائرة الغالية الثمن. أحسنت يا مايكل، استراتيجيتك التي فعلتها صراحة لقد نجحت، قمت بتنظيف الأرضية لنا ولم تفوز بالطائرة السيئة، بل فرانكلين هو الذي فاز. فرانكلين كان متيقن من نفسه، شاهد الوقفة التي هو يقفها، لكن فرانكلين لقد فوز بأسوأ طائرة. وبالفعل لقد تغيرت ملامح صديقنا فرانكلين كما تشاهدون. وبدون أن نضيع الوقت، هيا لكي نكتشف ونجرب أسوأ هيليكوبتر في تاريخ لعبة جي تي 5. الطائرة أمامنا مباشرة هي أسوأ طائرة في لعبة جي تي 5، لكن هذه الطائرة إذا قررتموها بالسلاسل السابقة فايس سيتي جي تي 3 بطبيعة الحال فإنها أفضل طائرة، لأن أصلا لا نستطيع سياقة الطائرة في جي تي 3 وجي تي فايس. لمن لمشاهدة تختيم جي تي 3 وجي تي فايس سيتي أنصحكم أن تقوموا بمشاهدته، لأن الكثير من الشباب لا يعرفون نهائيا السلاسل القديمة الخاصة بجي تي، أنصحكم أن تعرفوا. وهي هذه الطائرة يا رفاق الأوفياء، هذه أسوأ طائرة وجدتها صراحة، يمكنكم الركوب عليها في لعبة جي تي 5. شاهدوا يا أصدقاء الديزاين فيها فإنها عادي سيمبل، ركزهم هو مربع. فيما تذكركم هذه الطائرة يا أصدقاء، هذه الطائرة فإنها موجودة في سلاسل جي تي اي بالفعل. شاهد المربعات، الجرافيك، البوليغونز يا صديقي، لمن درس 3D فإنه سيعرف البوليغونز ماذا تعني. شاهد، نعم بالفعل يا رفاق الأوفياء، هذه الطائرة فإنها كانت موجودة في جي تي اي سان أندرياس، وكانت كذلك موجودة إذا لازلت أتذكر في جي تي اي فايس سيتي، اسمها سيسبارو. المهم هذه هي أسوأ هيليكوبتر يمكنكم سياقتها في لعبة جي تي 5. الجرافيك فيها سيء جدا، عبارة عن بوليغونات خفيفة، لن يحدث لكم اللاج نهائيا إذا قمتم بسياقتها. الجميل في الأمر بالنسبة لهذه هو أن فيها الهاندلين وفيها الكثير من الأشياء المميزة. أما بالنسبة لهذه التي سنقوم بسياقتها نحن، لا يمكنكم ركنها مع الأسف في البحر، لأنها عبارة عن سبارو العادية وليس السيسبارو، لكنها تشبه السيسبارو. سيسبارو دارج في فايس سيتي ودارج كذلك في جي تي سان أندرياس، لكن هذه بالضبط فإنها مأخوذة من جي تي سان أندرياس كما تشاهدون يا أصدقاء. يمكنكم تغيير فيها الألوان، يمكنكم فعل الكثير من الأمور فيها، لكن من ناحية الجمال ومن ناحية تلك الأشياء هي سيئة، ولا توجد فيها إضافات تقريبا، لا توجد فيها لا صواريخ ولا أي شيء، الأسلحة غير موجودة فيها، يمكنكم فقط سياقتها والاستمتاع بوقتكم والطيران يا أصدقاء في المدينة لا غير. عدا هذا لا يمكنكم فعل أي شيء في هذه الهليكوبتر، ويمكنكم ركنها في المياه، لكن يجب عليكم إضافة تلك الفقاعات الهوائية في تلك المنطقة الحديدية هناك لكي تستطيعوا إيقافها يا أصدقاء فوق من المياه. وتقريبا هي هذه الهليكوبتر
الجميل في الامر هو ان طريقه سياقتها هنا في جي تي 5 تشبه شيئا ما افضل هيليكوبتر اعشقها وهي الفروغر. لهذا السبب هي جيده، ساعطيها تقريبا 5/10 من ناحيه الجماليه وتلك الاشياء سيئه، لكن من ناحيه الهاندلين والسياقه وتلك الامور شي لازالت تنزلي خركزهم. بعدما قمت بركنيا هنا فوق من الملعب وهذا الملعب فيه العشب، لم تستطع ان تشرك انا بالطريقه التي نريد، انزلقت حتى الاخير خلاص حتى النهايه. وكانت هذه هي اصدقاء ارخص هيليكوبتر يمكنكم الحصول عليها، ثمنها تقريبا $100 وشيء ما لا اتذكره بالضبط. الان هي اللي كنقوم بتجربات الطائره المتوسطه الثمن. امام من صديقنا مايكل لدينا يا رفاقي الاوفياء طائره مميز جدا، عباره عن طائره هيليكوبتر غير موجوده في لعبه جي تي 5. هذه هي التي ثمنها متوسط يا اصدقاء، عباره عن طائره عسكريه، لانها من الان فصاعدا طائرات المتوسطة حتى الغالية الثمن تكون عسكرية، لأن العسكر هم الذين يتم صناعة تلك الطائرات القوية. هي يا رفاق الأوفياء شاهدوها تشبه طائرة الهانتر موجودة عند يونيت ستيتس أوف أمريكا، الأرمي الخاص بأمريكا. شاهدوا يا أصدقاء هذه المروحة هنا، مروحة خطيرة جدا تساعدكم في التوازن، ولدينا هنا المروحة الكبيرة يا أصدقاء للفوق. وشاهدوا الأسلحة الفتاكة، لدينا منطقة الصواريخ، لدينا منطقة الماشين جان، لدينا كذلك هذه الأشياء هنا بس متأكد ماذا ترسل، ولدينا هذا عبارة عن رادار أو حساس، ولدينا كذلك الكاميرا هنا في الأمام التي يستطيعون النظر وفعل زوم للأرض لكي يقوم بالقصف بطريقة احترافية. هي هذه الطائرة طائرة عسكرية مميزة جدا، كانت من نصيب صديقنا مايكل دي سانتا. نأخذها ونقوم بتجربتها يا أصدقاء، نجرب الأسلحة ونجرب كل شيء. طريقة الدخول عادية جدا، شاهدوا المحرك، المحرك فيها في أنه قوي جدا يا أصدقاء. أنا الآن أحاول تغيير الفيو لكن نعم نستطيع شاهدوا من الداخل عدد الأزرار ونظهر على أننا عاليين في السماء من الخلف. يا سلام شاهدوا عدد الأزرار هائل جدا، نستطيع نحن التحكم هنا، ولدينا كذلك يد هناك في الوسط ويد كذلك عند صديقنا. المهم سنطير الآن للسماء، شاهدوا كيف تطير يا أصدقاء، ركزهم ثابتة، الآن لن نضغط على W، يمكن جمع العجلات، ممتاز جمعنا العجلات، ركزهم العجلات كيف يتم جمعها بطريقة احترافية، الآن لا أضغط ولا أفعل أي شيء، وشاهدوا يا أصدقاء الطائرة كيف أنها ثابتة وتحلق في السماء، لا تنزل نهائيا للأرض، لكي تعرفوا يا رفاق بأن هذه الطائرة ثابتة. بعض الطائرات الأخرى يجب عليكم أن تظلوا تتحكمون فيها، إذا لم تتحكموا فيها فإنها تنزل الأرض تجذبها لأن وزنها ثقيل، هي تنجذب يا أصدقاء للأسفل. ركزوا أنا الآن لا أفعل أي شيء، جالس يا أصدقاء، طائرة في إبنها في السماء، لا تخافوا لن يحدث لكم أي شيء، لن تنزل بكم ولن يحدث أي شيء. هذا يتم فعله بطبيعة الحال بالنسبة للهليكوبترز الخطيرة جدا والعسكرية لكي لا تنزل، حتى مثلا إذا قرر السائق الذهاب والتسديد يا أصدقاء عادي جدا، أو استعمال روكيت يدوية فإن الهليكوبتر ستبقى يا رفاق. أنا سنقوم بتجربة شيئا، غيروا طريقة السياقة كيف هي؟ واو طريقة السياقة خطيرة جدا يا رفاق، هي ثقيلة بطبيعة الحال، أثقل شيئا من الطائرات الأخرى، لكنها سلسة بلا كذب سلسة شيش في طريقة الدوران. يا سلام واو، أريد تجربة كذلك القطع الحديدية الخاصة بها، هذا السبب يجب علي التدمير الآن. أولا سنقوم باستعمال نستعمل الرشاش، حسنا، أريد يا أصدقاء طائر نعم بالفعل يجب علي الذهاب هنا للهاي واي لكي نبدأ في استعمال الأسلحة. حسنا يا رفيقي الآن واو واو شيش ياي لا 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 خطيرة هذه شيش دخان الأسود يبقى يا أصدقاء في القلب. حسنا يا أصدقاء واو واو لا فيها أسلحة خطيرة هذه لا لا هذه أخطر من لازم شيش دخان الأسود يبقى دخان الأسود يبقى شيش واو 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 ركزوا كيف نزلت الأرض يا حبيبي شيش لا 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 خطيرة هذه خطيرة من الصعب تحكم فيها وتسديد في نفس الوقت شيش يا سلام لا 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 وا صوت غير موجود نهائيا الصوت يا رب يا سلام لهذا السلاح فتاك هذا المهم كان هذا هو الرشاش رشاش خطير قوي لست متأكد كيف يقومون بفعلها لكنهم يفعلونه من الصعب فعل الإيمين من الصعب خصوصا أن وا 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 فجرجو نعم نعم فجرجو ركزوا يا 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 لا لا هذا شيء خطير إذا قمتم بفعل الإيمين بطريقة احترافية شيش أو شيش 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 يمكنني الدوران يا أصدقاء والأسلحة تطير شيش لا انفجارات خطيرة هذه يا رفاق هذا شيء غير معقول والآن لقد بدأوا في التسديد علي لكنهم لم يستطيعوا استخدامه هيا الآن الآن أصبتهم نعم نعم أصبتهم ستنزل هاي هاي أصبت لها المحرك أو لسه متأكد
أسلحة فتاكة وصامتة. هذا السبب تفاجأت الآن. تفاجأت. المهم هذا هو السلاح الأول. الآن هي اللي كنجري بالسلاح الثاني. أربعة نجمات حصلنا عليها in no time يا حبيب. انتظر هيا. شي. أنا هيتشوف يا صديقي. أنا هيتشوف. هذا هو السلاح الثاني الآن يا أصدقاء. شاهد. الفلايرز. سلاح غير قوي. يعني يمكنكم إرسال الفلايرز. سأقوم بتغيير الأجواء لليل. لكي نرى الفلايرز بشكل جيد. تم تغيير الأجواء لليل. الآن الساعة الثانية عشر ليلا. شاهد. فلايرز يا هلا. شاهدوا عدد الفلايرز. أنا الآن أقوم برمي الفلايرز لكن يظهر فقط رأسها. هاي الفلاير لقد نزلت. هاي ركزتم تلك النقاط الحمراء. يعني يمكنكم إنزال الفلايرز. أتوقع ذلك الشيء الذي لم نعرف لماذا يصلح. أتوقع ذلك هو الفلاير يا رفاق. يمكنكم إنزال الفلايرز. الآن الفلايرز لقد نفذت. نعم لقد نفذت الفلايرز يا رفاق. لدينا أربعة نجمات. يجب علي الهروب من رجال الشرطة الآن. لكي نهرب منهم بطبيعة الحال سنحتاج لسلاح قوي. الآن سنقوم بتجربة الصواريخ. وحانت لحظة تجربة الصواريخ الآن. هاي الهليكوبتر. شاهدوا. واو. لا يمكن هذا يا رب. قمت بإرسال الصاروخ. أي شي عدد الصواريخ التي نستطيع إرسالها. نفذت الصواريخ أما يجب علي الانتظار. شي يريد فعل استراتيجية الكاميكازي هذا. فجرت. أما بالنسبة للقطع الحديدية المصنوعة من هاتي. أتوقع مصنوعة من الفولاد يا صديقي. الفولاد الصلب ببساطة لأنهم لازال لم يؤذوني. أربعة نجمات سددوا علي بالكثير من الأسلحة ولازال لم يؤذوني بعد. وهذا إن دل على شيء فإن سيدل على أن هذا شيء الهيليكوبتر قوية جدا لن يستطيعوا نهائيا إيذاءكم. الآن سأفعل تجربة لها. سأذهب للمطار وسأسدد عليها بالصواريخ أو نركن فقط هنا فوق من الجبل بعد الهروب من رجال الشرطة. هيا صديقي طريقة الراكن شيئا ما صعبة ليست سهلة وليست سلسة لكن طائرة ثابتة مثل هذه يمكنكم ركنها بلا أي مشاكل. الآن من الضروري تجربة شوية أسدد عليها بالصواريخ لكي أكتن أنها لم تتأذك جنشين. قاموا بتكسير هذا الزجاج. أصابوني شيئا ما بالرصاص ولم يتكسر الزجاج الأمامي. شيء خطير. هيا هيدو. لا يحتاجون الكثير من الرصاص لكي يستطيعوا تكسير هذا الزجاج. زجاج خاطئ. بالنسبة للزجاج الخلفي. الخلفي كذلك يمكن تكسيره. هيدو. الزجاج الخلفي خاطئ يا أصدقاء. شين. لازلت لم أكسره بعد. مضاد للرصاص الزجاج الخلفي. خاطئ جدا. الآن يا رفاق. سنقوم بتجربة ستيكي بومز. نجرب أولا ستيكي بومب واحدة. نتعيد لكي لا نموت. لم تنفجر. ستيكي بومب واحدة لا تفجرها. ستيكي بومب الثانية الآن. لم تنفجر. لا هاتي خطيرة هاتي. شاهدوها يا رب. واو مضادة للصواريخ هاتي أمان. هل يمكن تفجرها؟ هذا شيء خطير. الآن قمنا بتجربة ما يقارب أربعة ستيكي بومز. نضيف الأخرى هناك. تعيد لكي لا نموت. شاهدوا. لم تتململ من مكانها ولم تتململ. الآن سنقوم باستعمال الصواريخ. لا هاتي مضادة للصواريخ هاتي يا صديقي. سألت لم تتدمر بعد. سأضربها في الأمام. ها الآن ظهر. هيا. لازلت لم تنفجر بعد. هناك. لا هاتي لا تنفجر هاتي يا رفاق. شاهد سدت عليها بعدد هائل جدا من الصواريخ. لا تريد أن تتدمر نهائيا. هناك. لا أمر خطير. شاهد ها أشعلنا فيها النار يا حبيب. وزلت لم تتدمر. سأركب فيها. اركب. المحرك سيشتغل. طائرة خطيرة جدا يا صديقي. وايك لقد فزت بهليكا. بدأ الدخان يخرج فيها. ها ركزتم. النار اشتعلت فيها. بدأ الدخان يخرج. أتوقع ستحتاج لعدد كثير جدا من الصواريخ لكي تستطيع تفجيرها. لكن هاي انطفأ الدخان والنار تقريبا عادي جدا. سأكتشف كم لديها في الهيلت الآن باستعمال الموضات. الهيلت عندها لم تتأثر يا صديقي. لازلت لديها 999 في الهيلت. هاتي فإنها مضادة للصواريخ. هاتي هليكوبتر خطيرة. المهم بعدما قمنا بتجربة الهليكوبتر المتوسطة الثمن هي اللي كنذهب عند صديقنا المحظوظ دريفر فيليبس لكي نجرب الطائرة أو الهليكوبتر غالية الثمن. لا تقتل هي تريفر. لا شاهد تريفر ماذا يفعل المغفل. هو مستعد لكي يقوم بتجربة الطائرة غالية الثمن. جئتكم بأغلى هليكوبتر يمكنكم تجربتها في تاريخ لعبة GTA 5.
غير موجودة في اللعبة، لكن قمت بإضافتها. ثمنها أكثر من 90 مليون دولار، عددها جدا من الأموال يا رفاق. هياتي شاهدوا طائرة فتاكة. عدد الصواريخ لا يعد ولا يحصى لدينا هنا أربع. لا هاتي صواريخ كبيرة، هاتي هي الصواريخ العادية يا رفاق، شيء عدد هائل جدا منها. ولدينا هاتي الصواريخ الكبيرة، هنا لدينا 8 صواريخ يمكنكم تسدوها وتفجير بنايات عملاقة إذا أردتم. لدينا المروحة الأولى هنا، مروحة مضاعفة، لأن لدينا مروحة في الفوق ومروحة في الأسفل. لدينا المروحة الأخرى هنا كذلك، نفس الشيء مضاعفة كذلك. وشاهدوها يا أصدقاء كيف تظهر، طائرة خطيرة جدا، ليس لها مثيل تقريبا، ممكن أن نقول ليس لها مثيل. ولدينا كذلك الرشاش، عدد كثير جدا من الأسلحة، الروكيتس، الهيومن أوف، الرشاشات. الآن هي اللي كانت ندخلها فيها يا أصدقاء. شاهدوا كيف تظهر من الفوق قبل أن نركب. ركزوا، خطير وجميلة كذلك، أعجبتني صراحة، أدهشتني، تشبه الهليكوبتر الخاصة بباطمان. الآن سنركب فيها يا رفاق، ويا رفاق لكي نقوم بتجربتها. هاتي خطيرة هاتي، سأخبركم لماذا هي خطيرة. شاهدوا من ناحية السرعة، ركزوا وهي سلسة، شاهدوا كيف أدور، ركزوا من طريقة الدوران هي سلسة، لأن لديها تلك المروحة هي شيء أصدقاء تساعدها في الدوران. يمكنكم الدوران بسلاسة على اليسار، يمكنكم الدوران بسلاسة على اليمين، يعني هاتي في المعارك ستدمرون الأعداء. نقوم بتجربة الآن الرشاش، هو هذا الرشاش، الرشاش الخاص، واو لقد دمرت ده. الرشاش الخاص بلديها هي رشاش واحد عكس الهليكوبتر الأخرى. شيش قتلت السائق، شيش دمرني يا رفاق القطار، خرج القطار عن الطريق، القطار الذي يستحيل يا رفاق أن تخرجه على الطريق. هاي هاتي الطائرة قامت بإيقافه، شيش واو فرتكناه يا حبيبي، دمرناه. لهذا السبب هاتي غالية جدا هذا القطار. تخيلوا الشخص الوحيد الذي استطاع إيقافه هو سوبرمان وهولك كذلك بتلك الموضات. لم أكن أتوقع نهائيا بأننا سنستطيع تدمير القطار يا أصدقاء، قطار جي تي اي الذي يستحيل إيقافه ولا حتى قول بإيقافه. السلاح الأول فتاك، السلاح الآن الثاني سلاح الميسايز كما تشاهدون، يمكنكم الرابط. ذلك الشخص ذهب المسكين، تم قصفه. لا مازلنا نقوم بقصفه بعد، شيء أرسلت عليه عدد هائل جدا، تم قصفه وتم تدمير كذلك رجال الشرطة، رجال الشرطة المساكين سيتم إبادتكم اليوم. لدينا كذلك الصواريخ العادية، صواريخ الهيومن أوف التي يمكنكم إرسالها فقط. ولدينا الكانون، كانون فيه قوي رغم أنه كانون واحد لكن قوي، ما أنه استطاع إيقاف القطار. يجب الاستهانة بينها، سننزل الآن نقوم بالتفجير تجاه الشرطة. هيا واو ركزوا طريقة النزول، نزلت واو. لدينا الطائرة الآن، بوم دمرت يا حبيبي، إيزي. هيليكوبتر خطيرة جدا، هناك طائرة كذلك فوق مني سأحاول رفعها. شيء الذي فعلته، حاولت رفعها يا حبيبي. ركبوا كيف سأستطيع الدوران عليها، ركزوا شيء كيف سأستطيع الدوران عليها. تلك المروحيات تساعد كثيرا صراحة بلا كذب. هيا شاهدوا شيء ركزوا كيف أدورت. هيا بوم لم أصب، شيء لا خطيرة هاتي الهليكوبتر، تستطيعون الرقص بها في السماء وليس استعمالها فقط. الآن سنهرب. مثلا كمثال بسيط، كنتم في معركة خطيرة جدا واكتشفتم بأن طائرات سريعة مثل الليزر، مثل الهايدرا، مثل طائرة الشبح، طائرات سريعة تلحق بكم، وهاتي الهليكوبتر ليست سريعة كثيرا، تستطيع الدوران، يمكنكم الهروب من الصواريخ باستعمال استراتيجية الدوران. لكن إذا أردتم استعمال تيربو، موجود فيها تيربو يا صديق، شاهد شيء الذي سيحدث. هل سمعت؟ يمكنكم تحويله يا أصدقاء، تيربو سيستم بيبي، يمكنكم تحويله لصاروخ. لهذا السبب هاتي فإنها هي أغلى هيليكوبتر في تاريخ لعبة جي تي اف 5، لأن فيها البوس. أنا حتى سنقوم باستعمال البوس مرة أخرى. هيا بيبي إيزي، شيش واو. تخيلوا إذا نزلت للأرض بهذه السرعة، يا سلام. ويجب علينا انتظار الآن امتلئ التيربو، ممتاز استعمال التيربو مرة أخرى والهروب. رجال الشرطة إنه تايم سنهرب منه، ركزوا لا مشكلة نهائيا من ناحية الهروب من رجال الشرطة. لا أريد طائران فوق متكن العسكرية، إنه إذا رأوا هاتي الهليكوبتر ممكن أن يسرقوها منا. هاتي الهليكوبتر هي هدية لنا لصديقنا تريفر، لأن فاز في القرعة وحصل على واو كنت أصدقاء أن أفجرها، أفضل هيليكوبتر في تاريخ لعبة جي تي اف 5 وهي هاتي يا أصدقائي. ها نحن هربنا منهم، إنو تايم هربنا منهم. هيليكوبتر خطيرة جدا، مميزة، سلسة في السياقة، لديها عدد هائل جدا من الصواريخ والأسلحة الفتاكة،
سلاحها استطاع إيقاف القطار الذي يستحيل إيقافه في لعبة جي تي اي 5. أنها مباشرة سددت عليه، فإذا ظهرت اللقطة عندما تقوم بقتل شخص ما كأن ألوان اللعبة تتغير شيئا ما. المهم يظهر إفكت، ذلك الإفكت رأيته وعرفت بأن ذلك القطار استحدث لها كارثة. وبالفعل هي شيء أفضل هيليكوبتر في تاريخ لعبة جي تي اي 5. صراحة استمتعت أثناء تسجيل هذا المقطع، أتمنى أنكم أنتم كذلك استمتعتم. فضلا منكم لا تنسوا تدمير المقطع بالضغط على زر لايك. حتى ذلك أنا معكم ياسين، أترككم الله ولي الله صدق ودعاه، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.